مرحبا، معكم الموزع الموسيقي خاتشيك آدم. اليوم الحلقة مهمة راح تكون بخصوص الكونتايز، انه انت كيف تجهز الكونتايز اللي انت تحتاجه مع اللوب اللي انت راح تشتغل عليه الأغنية. طبعا الكونتايزات في داخل الكيوبيس هي موجودة، الستاندرد الغربية موجودة، لكن احيانا نحن نحتاج الى كونتايز خاص باللوب اللي احنا نشتغل به أغنية. مثلا راح نجي ناخذ لوب هيو، انا استدعيت اللوب، سرعة اللوب هي 110، راح اسمعكم اللوب وخليتها سويتها لوب هنا على بهذه الكبسة حتى انه تبقى تشتغل داخل البار الواحد. نسمعها. اوكي، اللوب شغال. نجي احنا نختار اي آلة حتى نقدر نسمعها مع الضربات اللي مسجلة بها الايقاع، اللي هو هذا الايقاع كبرت لكم اياها، هاي ضربة وهنا انا ضربة وهذه لازم تكون ضربة وهذه ضربة وهذه ضربة. نرجع نصغر شوي، نفتح من الراك انسترومنتس، تختار اي آلة تريدها. انا اختاريت الاف ام 8، انه اي شيء اسمعها مع التونات مع الضربات اللوب، فاختاريت الاف ام 8 اللي هو هذا بهذا التراك، واختاريت صوت بيانو مثلا. اوكي، راح اجي العبها بهالطريقة هذا، وانا حاصر اللوب داخل بار واحد مسويها لوب انه ريندرينج يظل يشتغل اللوب. راح نبلش نسجل. اوكي، نجي نكون اول شيء عندك هذه العلامة اللي موجودة هنا، هذه في حال اذا خليتها السناب اون، اذا كانت سناب على الاون مفتوحة، فانت ما راح تقدر تقعد الجريد تبعك على اي ضربة داخل المازورة، فتطفيها وتجي تقعد الكرسر تبعك اللي هو اللاين هذا، راح تقعدها، راح تختارها، تكبر باللوف شوي، قاعدها شيء تقريبي، يعني مو شرط 100%. طبعا كل ما كبرت كل ما يكون احسن، كل ما وسعت تكبس على حرف الاتش. نكبر اكثر التراك، نعم، ونصغر حتى تبين عندنا بداية اللوب. اوكي، تقريبا اللوب قاعد، الضربة هذه قاعدة هنا، فنجي ناخذ نكبر هذه كمان، نكبس على الميدي، نسحب هذه الضربة اللي احنا عزفنا بها البيانو، نسحبها نقعدها على اللاين اللي احنا اخترنينا مع الضربة. بعدين وراها جاي عندنا هذه الضربة اللوب، طبعا ننسى القسم الفوق، نختار تحت انه الضربتين هذه كاستيريو وين جاية، نجي نقعد الضربة الثالثة. اوكي، قعدناها، بعدين نصغر حتى نشوف. طبعا عندك هذه ما لها لازمة، راح نمسحها. نجي على الضربة اللي بعدها، الضربة التالية، انه تقريبيا راح اني لسرعة الفيديو انت تقدر تدقق بها اكثر وتقعدها بطريقة انظف، لكن هذا مجرد انه شرح حتى توصلكم الفكرة. الضربة اللي بعدها نشيلها، موجودة لأي تفعيلة. بعدين ناخذ الضربة هذه، اوكي، نقعد هذه مع اللاين. اوكي، نصغر، بقت عندنا تقريبا 4 ضربات، 1 2 3 4. اوكي، ناخذ الضربة الاولى هذه، نقعد الضربة الميدي للبيانو، نقعدها شوي، نسحب الخلف. اوكي، بعدين ناخذ اللي وراها. اوكي، نجيبها قاعدة على اللاين، ظلت ضربتين الأخيرة، صغر ونشوف، ظلت آخر ضربتين ويكمل. أنت عندك الاختيارات اللي هي مع تفعيلة الإيقاع، إذا كانت مثلا طبلة أو رق أو طيران أو أي شيء مسجديها داخل الاستوديو لايف، لأنه أنت حصولك على هذا اللوب أكيد جاي من بسبب أنه أكو عازفين تعبوا وسجلوها واشتغلوا. اوكي، فاخذنا اللوب،
فنشغل هسه. اوكي، بعد ما جهزنا ورباط البيانو مع الايقاع نختار هنا مكان الكونتايز هذا. اكو عندك مثلث اللي منطي على الزاوية اليمين، تختاره، تفتح هذه، تاخذ البيانو ضربات، تظل كابس على الماوس، بول دروب وين هنا بهذه المسطرة. بهالحالة صار عندنا الكونتايز موجود هنا. نروح على هذا الفولدر، على هاي العلامة بريسيت، نقول له سيف بريسيت، سيف لنا اياها، لكن سيفها باسم FM801 110 BPM 4x4.1 بار. فنكبس على هذا السهم، ننزل تحت موجود هنا، نختار رينيم بريسيت، تسميها عن طريق الرينيم، تسميها مثلا هوا اليوم. اوكي، سميناها هوا اليوم، خزناها، خلاص هذه بعد انتهت، نقدر نمسحها من هنا، نسويها ريموف من البريسيت الثاني. خلاص اوكي، نجي نختار الهوا الأخيرة، سميناها هوا اليوم، هذه اوكي، صارت عندنا، صار عندنا الكونتايز. نجي نمسح التونات اللي ضربناها احنا بالبيانو. اوكي، هسه احنا عندنا اللوب. اوكي، راح اعزف كوردز اني، كانما هسه انت اجيت وصلت لمرحله انك انت راح تركب الكوردز على الاغنيه. راح اعزف اي شيء ارتجال يعني من عندي مثلا. اوكي، اسف اني كنت على الترك الخطا اللي هو ترك الايقاع، نشتغل من البدايه. طيب الضربات ما قاعدة عندي، اوكي، فنمسح هذا الاصبع الخطأ. اوكي، نجي نختارها كلها، نسويها سيلكت ونكبس على الكيو. اوكي، قاعد لنا النوطة نسمعها. اوكي، طبعا هنا أنا متعمد سويت لكم هذه الطريقة اللي هي الطريقة الخاطئة، انه انت لازم تعطي الكونتايز على على المكان اللي انت يعني يكون الصحيح مقرب الى الضربة اللي انت داخل اللوب. نسمع اللوب مثلا. مثلا اوكي، فناخذها بهالطريقة. برضو هذه غلط. اوكي، ناخذ ثلاثة. اوكي، هذه قريبة، نختارها كونتايز قاعدة. اوكي، نجي نختار مثلا انسترومنت ثاني، اختارينا الستايلوس مثلا. طبعا هي الطريقة ارتب شوية، بس يعني مثل ما قلت لكم من البداية انه يعني ما مقعدها 100% صح. نختار مثلا لوب بيركاشن هندي. اوكي، اخذناها وخليناها هنا تحت. اوكي، احنا نحتاج بار واحد، فما كنت داعي لكل هاي، صغرها. هنا أنا نكبس على هاي حتى انه تولى على البار. اوكي، نكبس حرف الكيو بالكيبورد. اوكي، اشتغلنا الكونتاج، راح يصير بهالطريقة هذه. اوكي، تقدر طبعا انت على ذوقك، هذول ما نحتاج نمسحهم. اوكي، الضربات احنا هو راح يحدد لك اياها على على رسمه اللوب اللي احنا اشتغلنا عليه الكونتايز اللي هي بهالطريقه هذه. اوكي، اذا كبسنا حرف الاس راح نسمعها سولو للتراك، نسمعها. هذا صار نفس ضغوطات اللوب الهوى اللي لعبنا. طبعا احيانا انت تقدر تشطر على الكونتايز هذا وتختار انت التفعيلات، الرشات مثلا، نجيب هذه بداية البار
ونجيب هذه هنا، راح نسمع كيف راح يشتغل اللوب هسه. نسمع اوكي، نرجع نكبس حرف الاس فيطلع من التراك ويشتغل كل التراكات. اوكي خلصنا، هذا ايميج صورة اخذها للدرامز. اوكي نيجي نفتح مثلا البيز جيتار، نختار المودو بيز مثلا. وين المودو بيز؟ اوكي غلط، ام او، هذا المودو بيز. اوكي نشيل الاس الصولة نشيلها، راح نجي نفتح البي اس تي، اختار ان اي بيس. اوكي نعزف اي شيء بس انه بس نفهم ايش اللي قاعد يصير. اوكي اذا نجي نفتح دبل كليك على البيس، نكبس حرف الكيو، راح تشوف انه كنوطات تغيرت مكانها. اوكي ليش؟ لان هذه الضربة ما راح تقعد، هذه كانت هنا ما راح تقعد لانه بالتفعيل اساسا ما موجود هذا الشيء، فلازم بهالحالة انت راح يكون على السمع اللي انت تعتمد عليه. اوكي وهذه غلط، لازم انت تكون عندك لوب يكون بتفعيلات كاملة حتى ان انت تقدر تقعدها مع الايقاع. اوكي انتوا صار عندكم هسه فكره كافيه، طبعا انت راح تشتغلها بطريقه انظف، لكن اني لسرعه الفيديو ولانه مجرد انه هو الشرح وصلتكم الفكره الكافيه انه انت باي طريقه تقدر تسوي الكونتايز وتخزنه عندك في اليوزر كونتايز بالكيوبيس، طبعا يبقى محفوظ عندك بالسيشن، وكل ما تفتح اغنيه بعد هذه الاغنيه راح يكون هو الكونتايز مخزن على هذه على هذا اللي انت اخترته اللي انت برمجته اليوم. هنا اكون عن نهايه الحلقه، اتمنى انه قسم من الشباب يكونوا يستفادوا من هالشرح هذا، واشكركم، وماكو داعي اضل اقول انه سبسكرايب ولايك، نعم كل الفيديوهات ذكرناها. نقطه مهمه جدا، عندما تروح على السبسكرايب اكو علامة الجرس، تقدر اذا كبست على علامة الجرس فراح ينطيك انه مثل فولو، فاي فيديو ينزل من عندي يصير يطلع عندك دايركت عندما تفتح اليوتيوب. اشكركم واتمنى لكم يوم سعيد، شكرا.